ايه؟ انا عشان ولا؟ اه لسه مش سوا يا عبد الرحمن. ادينا رايح اشوط على الارض اشوف. ها ها انا مستني الغله ابيعها اخدها وابيعها واضل امك عمر. روح تزور النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ايش ايش تعال يا عبد الرحمن نروح نشوق على الغل. تعال نروح نشوق على الغل. تعال هدي لك يا اللهم صل على النبي على الغل. اللهم صل اهي جربت يا عبد الرحمن اقولها شهر ولا حاجه وهنروح نشوق الغل يا رب. اللهم صل على النبي. اللهم صل شوف 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 ابوك شاطر ابوك فلاح شاطر يا عبد الرحمن انا عايزك تطلع زي اللهم صل على النبي انا عايزك تطلع شاطر زي كده ابوك فلاح شاطر عايزك تطلع شاطر كده وزرعك يبقى ناجح زي زرع كده يا عبد الرحمن مش بضحك عليك ابيض محدش بينفع حد اللهم صل على النبي اللهم صل امك هتطلع عمره السنه دي يا عبد الرحمن وهوديك معاها انت اتاجر فدان واحد يا عبد الرحمن السنه دي شوف كان نفسي اخد تلات فدان لو اعرف ان الزرع هيبقى حلو كده كنت خدت تلات فدان بس انا يا عبد الرحمن يا ابني صارف عليه دم قلب عشان الزرع ينجح معاك يبقى زرع حلو محدش يضحك عليك لازم تصرف عليه شوف الزرع يا عبد الرحمن شوف اللهم صل ايه رايك في الزرع يا عبد الرحمن ها حلو عايزك تبقى شاطر زي ابوك كده يابا مش هضحك عليك حد مش اللهم صل على النبي يا اولاد اتفضل على النبي اتفضل يا حاج عبد الجليل اتفضل تعال انا هنا اهو تعال ازيك يا عم الحاج عبد الجليل الله يخليك يا حاج عبد الجليل عامل ايه يا عم الحاج عامل ايه يا عم الحاج اللهم صل على النبي يا ابويا 55 في عينيه اللهم صل على النبي عليها دم قلبي ازيك يا عبد الرحمن عامل ايه يا ولا اللهم صل على النبي الغله بتاعتك احلوه ده يا حاج ابويا 55 في عينيك انا صارف عليها دم قلب اه والله يا شيخ انت عارف الواحد بيصرف على الزرع هيلاقي منتج كويس الغله بتاعتك عامله ايه يا حاج عبد الجليل والله الغله يا راجل بعد المصاريف وبعد الهمس كله يا دوب هتجيبها ما والله يا راجل احمد رب والله الحمد لله اللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب انت عارف الزرع صرفه قد ايه يا حاج عبد الجليل يا خرافي ما تعرفش صرفت ايه يعني؟ صرف فلوس كتير، صرف عليا ايجار وكيماوي ودواء وجهاز للمكنة بتاعت المية، وفين وفين لما المية بتجيلي؟ فين وفين؟ يا باي يا باي، ده الغلة دي بتصرف ياما، بس أنا ما صرفتش زيك كده ياما يا أخويا عشان أنت أرضك ملكك، أماني زارع عند الناس، أني زارع عند الناس أنت غلطك أحسن من غلطي يا حاج عبد الجليل أمر الله أمر الله والله غلطك أحسن من غلطي ربك رايد وحشي اه والله يا شيخ اللهم صل على النبي يا اخويا صلاة النبي احسن هتحصد امتى بتقول بعد شهر اجي معاك يا اخويا 1000 جنيه سلف حتى لما الكومباين يجي لي اعرف اديله حسابه كامل انت اخويا وتصبر عليا اما صاحب الكومباين دي مش هيصبر عليا في حصاد الغل وماله يا حاج عبد الجليل استحمالك يابا عبدت بسمه الوليه تبيع الفراخ بتاعها بتاع الفراخ تمام وهتجيب كمان الفرختين اللي في البيت هتبيعهم وكمان على حتتين الجبنه وحتتين السمنه ويا سيدي واقول لك على حاجه في كمان دكر بطينه مش خساره ابيعه وادبر لك ال 1000 جنيه وماله يا عم بس كده كده ال 1000 جنيه ده انا هعوزه بعد ما تحصد على طول عشان ايه؟ انا برضه عندي حصيد ما انت لازم برضه تكون عارف الحته دي انت كده كده يا اخويا لو مش اديتني ال 1000 جنيه هاخد بيهم ضربتين غله من وانا عيني الك يا عم الحاج عبد الجيد اني لما احصد الغله يا اخويا هديك لو مش دبرت لك المبلغ هديك بيه غله يلا بينا نروح افطار نتغدى زمان الوليه دلوقتي مجهز لنا الغدا يبقى جابني يا عم الحاج
يبقى قابلني ان اديتك غله، الغله يمكن تغلى ولا حاجه. بتقول حاجه يا عم الحاج؟ لا بقول يا رب الاقي الوليه ده بحنا ذكر بطن الغدا بيه حاجه عبد جيد. اصلا انا فكرتك بتقول حاجه يا عم الحاج عبد جليل. لا يا اخويا ما بقولش حاجه ولا محتاج. في الثاني اللي تحت وبعد كده نروح على الدار نتغدى، بس حسب عشان في جسر قدامك ما تقع انقسم رقبتك ولا حاجه. بتقول حاجه يا حاج عبد جليل؟ لا يا اخويا ما بقولش حاجه ولا محتاجه، ما تاخدش في بالك. يا نهار اسود، ده بانه خليفه جاي في الفلوس عليا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ولا كلام ولا كلام. ليه كده يا حاج خليفة؟ ايه الفلوس اللي عليك؟ الفلوس اللي عليا؟ ال 200 جنيه. انت قصدك على ال 200 جنيه اللي انت مديهولي؟ فسبع مرات جيت لك هنا كل شوية تقول لي بوك الأسبوع الجاي بعد. يا عم في ايه؟ أنا الوقت صلى على رسول الله. أنت لما زارع غلة وزارع رز وزارع وزارع وانا برضه رايح على اشحط من الناس، عيب عليك كده يا راجل. طول بالك يا حاج خليفه. ينفع ينفع انا اديك قرش 200 تمام واصبر عليك سنه سنه سنه؟ لا. يا راجل سنه ايه؟ هم بقالهم سبع ايام. اصل انا عايز اخد منه 1000 جنيه سلف. اصبر اصبر، ده بقالهم ايه يا عم الحاج خليفه؟ ده بقالهم يا رجل يومين. انت بتضحك، انت ماشي في انا حاج خليفه. اصبر انا عايز اخد من حاج عبد جيد 1000 جنيه عشان سته، وهو يبقى يصبر عليا. اصبر بقى، انت ليه كسفتني قدامه كده؟ اصبر يعني اجيب لي فلوس امتى طيب؟ ان شاء الله يا حاج خليفه يوم ولا حاجه يا اخويا. ده انا اصبر يا رجل خليفه، انا مصدقك الاقي واحد يديني 1000 جنيه واديك فلوسك. اصبر اصبر يا رجل، حرام عليك بقى. تعالى بس نروح نتغدى ببعض في الدار. صلى على رسول الله. على السلام. انت اخرك معايا من الاول، عارف بقى لو ما جبتش فلوس انا راح اقول له برضه. طيب يا رجل انا راح اغديك ببعض. اصبر مين يا رجل حرام؟ تعالى بس بقى يلا يا حاج عبد الحاج. يا عبد الحاج يا عبد الحاج، عايزك عبد الحاج. ايه يا ابني فيه كفرنا الشر؟ ايه الله اكبر. ايه يا ابني مالك في ايه؟ انت جاي مخضوض كده ليه؟ تعال تعال على مهلك. ايه في ايه؟ مرحب الحاج يوسف. يا مرحب بيكم يا مرحب بيكم. اتفضل يا عم الحاج. اتفضل. انتوا زرعين ايه؟ غلة اهي زي ما انت شايف. ربنا يبارك لكم فيها يا شيخ، ربنا يبارك لكم فيها. الله يخليك يا عم الحاج. ما تيجي نروح على الدار نتغدى سوا. بارك الله فيك. تعال بارك الله فيك. ما طلعت فين كده؟ راح اشوف كده على الارض. الله يعينك يا عم الحاج ويديك العافية. السلام يا عم الحاج. بالسلامة. يلا يا رجالة يلا. يا عم الحاج قلت ليش هتدي الحمار بتاعك؟ يا ابني قلت لك الحمار بتاعي عيان وصارف عليه فلوس ودلوقتي في الدار. مش جبته من الدار. يا عم الحاج يا عم الحاج كنت اديك حماري. يا عم الحاج كنت اديك حماري. ترى ليه سفكت؟ مش عم تديني حمار. يا عم الحاج يلا امشي بقى. امشي. السلام عليكم. والله لما اوريك يا عم الحاج. هات يوم اللي بعد ما اعرف شو الموضوع ده. انت قاعد عند الشجرة. يلا فينا. ولا انت هو الرجاله ما جوش النهارده؟ ما جوش والله يا عم. ولا الواد مسعود شكله راح سعود يا عم. انا عم بفكر برضه الفلوس اللي تلقاه كده سرقته من زمان. جيب التليفون ليلي وتليفون لمراتي. يا رب كرمك يا رب يا رب.
معكم يا ده اسمعين حدث العمد عايز خير خير ان شاء الله.